أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي الطلبة، نبدأ اليوم في تلاوة سورة الملك إن شاء الله، وسنأخذ الأربع آيات الأولى من هذه السورة في هذا القسم الأول إن شاء الله. وأتمنى على جميع الطلبة الانتباه إلى لفظ الأحكام الواردة في الآيات من أحكام المد وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة كي تتقن التلاوة بشكل جيد إن شاء الله. نبدأ الآن التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. إذن وصلنا الآن إلى الآية الرابعة، وأتمنى على جميع الطلبة إعادة تلاوة الآيات حتى تتقن بشكل جيد إن شاء الله، والانتباه إلى لفظ الأحكام بشكل صحيح كي تكون التلاوة صحيحة وسليمة بإذن الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون في ميزان حسناتكم وحسناتنا. بارك الله فيكم وفي القرآن العظيم. ونعيد الآن التلاوة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى الآية الرابعة في هذا المقطع، وأتمنى إعادة تلاوة الآيات ولفظها بشكل جيد حتى تتقن التلاوة بشكل جيد إن شاء الله. وأتمنى من الطلبة تسجيل صوتي وإرساله إلى مدرسي الفصول كي يستمعوا إلى
صوت الطالب بشكل جيد إن شاء الله، ونفع الله بكم وبنا الإسلام والمسلمين، وجعلكم من حفظة كتاب الله. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.